في لاعب بيلعب في الدوري المصري، اللاعب ده من اللعيبه اللي ممكن تتحط بين قوسين الجمله الشهيره اللي هي اللعيب الاندر ريتد، اللعيب اللي مش واخد حقه. مع اي نادي اشتغل معاه هو مؤثر بصراحه، عشان ابقى امين، ما بيبقاش عنده استمراريه طول الوقت بس دايما مؤثر، دايما مؤثر. ممكن تبقى اصابات، ممكن غيابات، تنقلات كثيره في الانديه ممكن تاثر على مشواره، ولكن لاعب كل المدربين اللي اشتغلوا معاه، كل المدربين اللي شافوه بيتعاملوا معاه ان هو لاعب مميز جدا. عشان كده هو ورقه الناس في كثير من الانديه يحبوا دايما يشتروه ويتعاقدوا معاه عشان يبقى مفيد لفريقهم. انا اتحدث عن محمد حمدي زكي صاحب ثلاثه اهداف مع اسوان، اللي خد احسن لاعب مرتين في الدوري هذا الموسم في مباراتين. كابتن محمد حمدي زكي مشرف ومنور، بهنيك النهارده واداء رائع جدا طوال الموسم. حبيبي يا كابتن كريم، طبعا شرف ليا اكون مع حضرتك، وشكرا على الكلام الجميل ده. ده اقل من حقك. حبيبي ربنا يخليك. هم اربعه مش ثلاثه بس مبدئيا. طب حلوين حلوين حلوين. طيب اربع اهداف، انا اللي عديت غلط يعني، بعد ما طيب. بعد ما قعدت اقول المقدمه دي كلها، بعد ما قعدت المقدمه دي كلها راحت حاجات وقعت مني. لا عادي عادي، يا ربنا يزيد. ما جاتش في واحد. ربنا يزيدك يا كابتن محمد. الهدف النهارده كمان حلو قوي. حبيبي ربنا يخليك يا رب. مبروك علينا كلنا ان شاء الله. الحالة مع أسوان حلوة، أسوان كمان بصراحة الدنيا فاتت، البداية ما كانتش أفضل حاجة، ولكن الدنيا جاب انتصار جاب انتصار، والنتائج تحسنت وبعدتوا شوية كتير عن منطقة الصراع مصراع الهبوط. والله الفترة الأولانية كانت الدنيا يعني لسه مش ظاهرة قوي، الفرقة لسه يعني مفيش انسجام بين الفرقة، أنت عارف إحنا لسه مجمعين الفرقة، وبرضه غيرنا الجهاز الفني بعد أول ثلاث أربع ماتشات، فالدنيا ما كانتش مستقرة خالص يعني، لحد ما جه الكابتن أيمن بصراحة هو اللي خلق الحالة دي بين اللعيبة. حاول يجمع اكبر يعني اكبر تشكيله ممكنه ممكن تبقى موجوده في الدوري. الحمد لله الفتره اللي فاتت مركزين جدا، الراجل شغال معانا وتعب معانا جدا، وده باين طبعا في الملعب، فيا رب كمل على خير يا رب ان شاء الله. الفرقه يعني الفرقه فيها انسجام وفي اكتر من عنصر يا كابتن محمد، وانا بتعامل بعد دلوقتي بقى مع لاعب عنده خبرات كبيره. الفرقه تحس انها مكتمله يعني، دفاعيا هي ماشيه بشكل كويس، في وسط الملعب جيده، هجوميا كمان فيها عناصر مميزه قوي. والله انا لسه بقول لك يعني، لسه بقول لك دلوقتي الكابتن فعلا يعني محتار، عنده ناس بره، عنده ناس بره كمان لسه يعني، بس لما تلعب برضه هتشوف اختلاف كبير جدا يعني. بتبقى ظروف ماتشات، الحمد لله الراجل بيختار اجهز ناس بتبقى موجوده مثلا من وجهه نظره هو، واللي بينزل برضه بيبقى ما شاء الله بيبقى كويس جدا، فالحمد لله يعني ده فضل ونعمه من ربنا يعني، الفرقه ماشيه بالشكل ده يعني. بقيت انت دلوقتي واحد من هدافين الدوري الممتاز، متارجت الهدف ده يعني، عندك الهدف ده انك تبقى هداف الدوري في النهاية؟ هو انا في الاول بصراحه ما كنتش متارجت يعني. انا ابقى كويس ولازم اجيب اهداف يعني، صح، بس واحده واحده الطموح بيعلى شويه يعني. خصوصا انا كنت قبل كده هداف الدوري بس ما كملتش يعني، قبل ما امشي من الاتحاد اروح الاهلي، ف يعني كانت برضه في نفس المستوى كده، كان كل ماتشين ثلاثه مثلا بجيب جولين، فالطموح بيعلى، فان شاء الله يعني الواحد يبقى مركز بقى في الموضوع ده، بس اهم حاجه الفرقه تبقى ماشيه كويس وان احنا نكسب يعني. الطموح بيعلى له علاقه كمان بمنتخب مصر؟ اكيد اكيد، ده شرف لاي حد يبقى موجود في المنتخب يعني. فالواحد بس يعني يشوف الـ اهم حاجه النادي يبقى ماشي في النادي كويس، صح، وكل خير بعد كده هيجي يعني ان شاء الله. كابتن محمد حمدي زكي هداف اسوان، صاحب الاربع اهداف في الدوري حتى هذه اللحظه في هذا الموسم، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. دي اهداف محمد حمدي زكي، واحنا بنتكلم على فكره مهاجم حلو قوي وعنده قدرات كبيره جدا، تاخر بعض الشيء وفترات انتقاله ما كانش فيها كثير من الاستقرار، ولكن هو كقدرات فرديه رائعه جدا.